تتواصل فعاليات الدورة 66 لمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية. تأتي هذه الدورة تحت شعار مصر بتتكلم حرفي بمشاركة أكثر من 450 عارضا وعارضة. تحت شعار مصر بتتكلم حرفي تستمر فعاليات الدورة 66 لمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية حتى 9 مارس المقبل، وذلك بمشاركة أكثر من 450 عارض وعارضة يعرضون منتجاتهم اليدوية على مساحة تتجاوز 3000 متر مربع. هو المعرض منصة حلوة قوي لأي حرفي أو أي حد بيعمل حاجة هاند ميد أو عايز يطور أو يظهر منتجه عموما، فبنبدأ نشتغل على المنتجات بتاعتنا طول السنة وبعد كده نيجي نشارك مع المعرض. والميزة كمان ان انت بتبقى عايز تعمل تطور من كل سنة، لا عايز تطور من منتجك عشان المعرض قد ايه بيبقى سبيل دخل لينا عموما. طبعا احنا بنشكر وزارة التضامن الاجتماعي اللي هي اتاحت لنا الفرصة ان احنا نشارك في هذا الحفل اللي احنا فيه. احنا بنمثل طبعا دولة فلسطين ورابطة المرأة الفلسطينية في مصر. احنا معروضاتنا عبارة عن منتجات فلسطينية بتعبر عن البيئة داخل فلسطين، كلها بأيادي المرأة الفلسطينية، بتبرز هويتنا وبنعتبره نوع من المقاومة. اولا انا بشارك بقالي 7 سنين مع وزارة التضامن الاجتماعي بنك اسكندرية كاريرو فيستيفال، عموما دي رابع سنة انزله، بقالي 4 سنين على التوالي بنزل فيه الحمد لله. بخصوص المشاركة، احنا بنشارك من خلال لينك هم بيبعتوا لنا وبنشارك فيه، والحمد لله هم بيختاروا يعني المجموعة المناسبة للمعرض. او طبعا احنا بنبقى اكتر من 1000 عارض مقدم، هم بيبقى فيه ضغط على المشاركة في المعرض، بيختاروا جزء وبيدوا مساحة لناس تانية بعدين ان شاء الله في الفترة اللي بعد دي. دي 5 مشاركة ليا في معرض ديارنا، لأن معرض ديارنا يعتبر من المعارض المرتقبة بالنسبة للجمهور. المعرض بيفرق معايا كتير طبعا، يعني المشاركة في المعرض بتدي احتكاك ما بيننا وبين الفنانين الآخرين، بتولد أفكار جديدة، بتنشرك أكتر بالنسبة للجمهور. يعني معتز جاء من محافظة شمال سيناء إلى جانب عارضين من محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر، وهم ضيوف شرف لهذه الدورة بهدف تسليط الضوء على المنتجات والثقافة الخاصة بتلك المحافظات ذات الثقافة والتراث المميز. دي فرصة بالنسبة لنا، فرصة متميزة إن احنا نخلي المنتج بتاعنا كل أفراد، يعني كل اللي موجودين مصر، كل الناس اللي موجودين في مصر يشوفوا المنتج بتاعنا ويتابعوه، لو حتى الأشخاص اللي في الوطن العربي اللي هم موجودين معانا في مصر أو أيا كان، أجنبي مصري عربي، يبقى المنتج معروض قدامه. تمام، فدي بتتيح لنا فرصة إن احنا نقدر نسوق المنتج بتاعنا ونقدر نعرض التراث بتاعنا اللي احنا أهلنا أو بلدنا سينا متميزة بيه، ونخلي الناس كلها تشوفه وتلبسه ويبقى موجود في كل بيت مصري. السنة دي يعني كنا ضيف شرف احنا ومجموعة تانية من شمال سينا وكده، فكنا بنعرض الحاجة بتاعتنا الحمد لله، يعني معرض ممتاز. ده التراث بتاع سينا، يعني ده بيمتد من جد لجد لجد. الجمعية معمولة من 78، يعني شوف ليها كام سنة السنة دي وهي في تألق من يوم ليوم. جمعية شاملة حاجات كتير، يعني احنا بنساعد الستات في بيوتها. جايين نعرض المنتجات اللي هو الهاند ميد السيوي، اللي هي بتكون مطرزة بالكتان والحرير، وبيكون اللي هو فيه السجاجيد برضو والأباجورات الملح، ده كله هاند ميد من سيوة. فاحنا مبسوطين جدا جايين نعرض في معرض ديارنا عشان نعرف الناس الهاند ميد اللي هو السيوي، احنا لسه التراث موجود لحد الان. يعني معرض ديارنا يعد احد اكبر واعرق معارض الحرف اليدويه، والذي يستضيف حرفيين من جميع انحاء الجمهوريه، وذلك بهدف دعم الاقتصاد الابداعي لتمكين الحرفيين من الوصول الى اسواق جديده وتحقيق فرص مبيعات مباشره لهم. جيرمين ابراهيم، التلفزيون المصري.